ان شاء الله تكونوا مبسوطين ومرتاحين. معكم انس من قناة انستارت. الايفنت جديد يا شباب، بدي اشرح لكم كل وحدة وحدتها كيف تعملها وكيف تفتح الام 13 سي. الام 13 سي هو السلاح الجديد اللي عم بيهيروا لك اياه، حينزل بالام دبليو 3، وهذا الايفنت كله لحتى تنبسط فيها للمودرن وورفير او لكود جديدة وتقدر تشتريها. عم بيفرجوك مثل عنا كل شيء، وكمان بيحطوا لك فيديو شو القصة، فلازم تلعبها. اذا سكر الايفنت وام 13 ما فتحته، ففينا ان شاء الله نبعث لكم ان احنا بدي امزي، وهذا الايفنت مفتوح فالكل يفوت ويلعب. اوكي، مقسم ل 6 كروتي، هول الست لازم نفتحهم. فيكم تفتحوا وحده قبل بوحده، فيكم بس تفتحوا الان 13 وهوليك شو بدكم فيهم، بس انا بحب افتح كل شيء وخلص كل الايفنت، فاشرح لكم عليهم بكل سهوله. شباب اول ثلاثه كثير سهلين، مجرد ما بلشتوا الايفنت نزلتوا على الصاروخ، فعلتوا الصاروخ، طلع هالصاروخ لحاله وقصف زايا. تخلص يعني بيكون بعد في شويه ميشنز بتسويها احكي لكم عليها، بس مجرد ما قتلت بوتات وهيك وصار الوقت وخلص الوقت لتظهر اكس فيلد، لازم تعمل اكس فيلد بالطياره مثل الدي ام زي. مجرد ما خرجت بتكون انت عملت اول ثلاث كروتي، يعني اول الفياكل سكن والامبلم والكولين كارد، هول بتعملهم دغري. اما الرابع يا شباب، الرابعه اللي فيه شويه شباب معلقين عليها، هو انه تاخذ الجاز لما تفوت على قلب المغاره على قلب البانكر، بتلاقي هول الصفر بتاخذهم وبتحطهم بالطياره. انا في حط 2 3 4، هي بدك تحط 5 انت ورفقاتك، فقد ما فيك تحط حط 3 4 ورفقاتك كمان 2 3، لان في احيانا ما بيحسبون ما بعرف ليه، فقد ما فيك تحط 3 او 4 ليقدر تخلص هيدا التحدي. وعلى فكره كل ما تودي غاز كل ما تحصل على 1000 اكس بي، ايفنت كثير في بقلبه اكس بيات، فنصيحه اللي مش مخلص سيزون باس في خلصه، لانه كثير بيعطوا اكس بي. اما يا شباب الخامس هو الطير سكيب. الخامس شو هو؟ الخمسه راديو. خمسه راديو بتعملهم مش بنزول، يعني كل ما بتلعب بتلاقي راديو. هذا الراديو كيف بدي امزيه؟ راديو بيكون شكل تليفون شكل راديو محطوط لسلكي، لما تفوت لجوا قلب المغاره بتلاقيهم مكبوبين جوا. كل ما تقتل بوتات يعني كل 10 20 بوت بكب واحد منهم، بتكبس عليها مربع وبيحسبوا لك واحد فيك بكذا، يعني بكذا مره تنزل، يعني مش ضروري كلهم تسويهم الخمسه بديبلوي واحد، يعني مش مره واحده، فاعمل خمسه كيف ما كان وبيفتح هذا الكارت. اما اخر كارت هو الام 13 سي. شو يعني الاسيست كيلينج 5 كوماندرز؟ 5 كوماندرز هن اللي بيكونوا القوية كتير اللي معهم جاجرنت، بس صيبهم مرة واحدة، كل واحد صيبه مرة واحدة، خمسة جاجرنت، ولو ما خلصت التحدي من أول نزول يعني فيك الثاني والثالث والرابع، خمسة بيفتح لك الام 13. الام 13 السلاح كتير قوي، هو مثل الام 13 العادي، بس هذا الام 13 سي مطورينه زايدين فيه الفاير ريت، سلاح كتير جبار كتير حلو. وافتحوه يا شباب، وبتمكس على الليفل 11 وعاملينه للشورت رينج. انا كاس ام جي اخواتي، هذا هو المقطع كان لليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا بهذا المقطع، شرحت لكم عن الايفنت لازم تعملوه، واذا ما لحقتوا الايفنت وسكر للاسف فبنرجع بنعطيكم السلاح الام 13 بدي ام زي. يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله بنشوفكم اكيد بمقاطع ثانيه.